الحضور الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك والذي يعقد في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب هذا البيت من بيوت الله تبارك وتعالى، مسجد الحمد بحدائق الأهرام، والذي يأتي بداية للأسبوع الدعوي الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف من هذه الرحاب الطاهرة، برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. يحضر معنا هذا اللقاء الطيب المبارك من علمائنا الأكارم الأجلاء فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفضيلة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة. معنا قارئا القارئ الشيخ محمد إسماعيل عبد الباقي، ومبتهلا المبتهل الشيخ رزق السيد. يحضر هذا اللقاء من علماء ورجالات وأئمة وزارة الأوقاف، قيادات مديرية أوقاف الجيزة، يتقدمهم الشيخ سيد عمارة مدير إدارة العلاقات العامة، والشيخ محمد حسين قاسم مدير شؤون الإدارات. الحضور الكرام، يأتي هذا اللقاء الطيب المبارك في بداية هذا الأسبوع الدعوي الثقافي بعنوان إتقان العمل. نشكر لوزارة الأوقاف وعلى رأسها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة هذه السنة الحسنة، ونحن في هذه الأيام المباركة، أيام النفحات التي ارتبطت الأحداث التي وقعت فيها ارتباطا وثيقا بالمسجد وبيوت الله عز وجل، فكانت رحلة الإسراء والمعراج بدايتها من مسجد ونهايتها إلى مسجد، وكان تحويل القبلة من مسجد إلى مسجد، فأصبحت وزارة الأوقاف بهذه السنة الحميدة أعادت للمسجد دوره في تشكيل الوعي وفي الثقافة من خلال الاتصال بالعلماء الأجلاء. أصبحت المساجد بفضل هذه اللقاءات وغيرها لقاءات العلم منارات يهتدى بها، وصدق في عمار بيوت الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الحضور الكرام، هذا اللقاء بعنوان إتقان العمل. إن من أسباب نجاح المرء وتقدمه إتقانه لعمله، والقيام بعمله على أكمل وجه بما يتاح لديه. الإتقان، الحضور الكرام، سنة من سنن الله عز وجل في كونه، فالكون كله قائم على إتقان الصنعة. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. الحضور الكرام، خير ما نبدأ به هذا اللقاء الطيب المبارك القرآن الكريم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تلاوة قرآنية مباركة نستمع إليها من القارئ الشيخ محمد إسماعيل عبد الباقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الحرام
الأقصى. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العظيم. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، صدق الله ومن أصدق من الله حديثا. والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. وهكذا الحضور الكرام، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد إسماعيل عبد الباقي في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي يأتي بداية للأسبوع الدعوي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمسجد الحمد بحدائق الأهرام بعنوان إتقان العمل. يقول الحق سبحانه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الحضور الكرام، إن مما يميز المجتهد والمقصر إتقانه لعمله، فلا يكفي مجرد الإتيان بالعمل، بل لا بد من إتقانه وتقديمه على أحسن وجه وأجمل صورة. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ننتقل الآن من روضة القرآن إلى رياض العلم والعلماء مع هذه الكلمة، والتي نستمع إليها من فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه هو الملك المعبود الغفور الودود ذو العرش المجيد الفعال لما يريد، الذي قامت السماوات والأرض بأمره، والذي جرت الحياة بما فيها بقضائه وقدره، الذي أنشأنا جميعا في الأرض نسما، والذي استعمرنا فيها أجيالا وأمما، والذي قسم بيننا الرزق والقوت. فسبحان الذي له البقاء والثبوت، وهو الحي الذي لا يموت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله الكبرياء والملكوت، يحيي ويميت ويعز ويذل ويرفع ويخفض، بيده الأمر والنهي، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، القائل عن نفسه والمتحدث عن ذاته، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وقائدنا وحجتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، النعمة المهداة والرحمة المزداة، جاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من اقتفى أثره بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. فاللهم احشرنا تحت لوائه يوم لا لواء إلا لوائه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم جازه خير ما جزيت رسولا عن أمته ونبيا عن قومه. اللهم لا تحل بيننا وبينه يوم القيامة حتى توردنا مدخلة. آمين آمين يا رب العالمين، والصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، أيها الجمع الكريم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا،
ولقوله صلى الله عليه وسلم: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. نتقدم بأسمى آيات الشكر للسيد الوزير الأستاذ الدكتور مختار جمعة الذي هيأ لنا تلك الفرصة التي نلتقي فيها بأجاويد الناس، والتي نعرف فيها فضل هذا المكان بالولوج إليه في كوكبة مباركة من العلماء والأساتذة وأساطين البيان وأساتذة اللسان. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يجزيه عنا وعنكم خير الجزاء. أما عن موضوعنا الذي نتحدث فيه في تلك الليلة بتلك الأمسية المباركة الطيبة، ألا وهو فريضة أظنها قد غابت عن الكثيرين ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي فريضة الإتقان. فريضة الإتقان لها تعريفات كثيرة، ولكن أعتقد أن هناك تعريفا مختصرا أريد أن أزفه إلى مسامعكم وأشنف به قلوبكم. هذا التعريف هو: الإتقان هو فعل المطلوب على الوجه المطلوب. فعل المطلوب على الوجه الايه؟ المطلوب. يعني إذا لا يكفي فعل المطلوب. بعض الناس يظن أنه قد يطلب منه فعل من الأفعال فيؤديه كيفما اتفق. هكذا كان إسقاطا لحق أو إسقاطا لواجب أو أداء لأمر أو خلافه، إنما أن يتقن هذا العمل، هذا هو السؤال. الإتقان يعني لفت نظري وأنا أتكلم في مقدمة الحديث هذه الآية الكريمة في سورة الكهف، والله كأني لأول مرة أسمعها. والمولى يقول: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. طيب، شكرا، الكتاب القرآن. يا سبحانك يا رب، أكرمتنا بالقرآن وأكرمتنا. قالك لا، النعمة ليست في الكتاب فقط، إنما في صفة مضافة إلى هذا الكتاب، لولاها لما كانت في ذلك الكتاب تلك العظمة. ما هي عظمة عدم الاعوجاج؟ أي عظمة إتقان النص الذي جاء فيه. فقال: ولم يجعل له ماذا؟ عوجا. بالله عليكم، يعني المعنى جديد، ولم يجعل له عوجا. كأنما الله يمتن علينا بالإتقان، كأنما الله لا يكتفي بإبلاغك رسالة، إنما يؤتك رسالة متقنة، كما قال الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنها ستكون فتن؟ قلت: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله تبارك وتعالى، فيه نبأ من كان قبلكم وخبر من كان بعدكم وحكم ما كان بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، فهو حبل الله المتين ونوره المبين وذكره الحكيم وصراطه المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، من قال به صدق، من علم علمه سبق، من حكم به عدل، من عمل به أجر، من دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. 20 صفة في حديث واحد عن القرآن. إذا جودة النص تختلف عن إبلاغك بالنص. جودة النص القرآني التي قال الله فيها: ولم يجعل له عوجا. يا لها من كلمة. كأن الإتقان هو سمت القدرة الإلهية. المولى يحب الإتقان. إلا لما قرأت الآية وجدت أن هناك ربط ما بين الإتقان والصناعة في القرآن. على فكرة هذا الكلام ليس عندي، يقول لك: صنع الله الذي أتقن كل شيء. كأنما الارتباط مباشر لمفهوم الإتقان في الصناعة. فإن كانت هناك صناعة بغير إتقان، كانت تلك الصناعة وبالا على رؤوس صاحبها، لا قيمة له. لا تسميها صناعة، سميها ضياعة. لا قيمة لهذه الصناعة إن خلت من الجودة التي تحكم ذلك المصنوع. لذلك المولى يتحدى، يقول: هل اكتفيت بأن صنعت؟ أم أعطيتكم إتقانا فيما صنعت؟ صنع الله الذي أتقن. يا لها من كلمة قرآنية. الحقيقة عندما أقرأ في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك، يستوقفني المعنى
ويعني يصير العاقل مشدوها لهذه السماء الباسقة من الجودة والإتقان. المولى يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز إلى أن قال ولقد زينا السماء الدنيا. يا خبر، زينا، ما هي الحاجة للتزيين؟ يعني من منكم أيها الحضور الكرام يقدر أن يعترض على الله؟ حاشا لله، هل يوجد مخلوق يقدر أن يعترض على الله؟ لو خلق الله الدنيا بغير زينة، هل كنت تستطيع أن تقاضي الله أو تسأله لما فعلت هذا؟ الله يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني أصلا اللي عمل هذا الإتقان ما حدش يقدر يحاسبه. أقولها لك إزاي؟ اللي عمل الإتقان ده، اللي عمل الزخرافة دي، اللي عمل الزينة دي، ما حدش يقدر يحاكمه، ما حدش يقدر يرفع عليه قضية، ما حدش يقدر يسأله أصلا أنت عملت كده ليه ولا ما عملتش كده ليه. فالصانع الذي صنع هذا الوجود قادر وعزيز. عزيز يعني ايه يا جماعة؟ معنى غريب، معنى عجيب هتسمعه. عزيز يعني ممتنع، زي ما بنقول عز الحصن عن الفتح، يعني امتنع الحصن عن الفتح. عزيز يعني ممتنع، مفيش حاجة عزيزة على الله أصلا. عشان بس اريح دماغك وتريح دماغك، فيش يقول لك ايه ده، انا ده بيقول ده انا لو حبيت افنيكوا كلكوا فناء. ما انتوا شفتوا الزلزال اللي حصل من كام يوم؟ عمل ايه؟ عملوا دول، كل دول العالم عملت ايه؟ وقفت تشاهد، وفي كل شيء له آية تدل على انه الواحد. حدش يقدر يعمل اي حاجة. شوف، علشان كده بقول ايه شاء يذهبكم ولا شيء ولا شيء ويأتي بخلق جديد. بص بعدها بقى، وما ذلك على الله بعزيز. وما ذلك على الله بعزيز، مش حد عزيز على الله عز وجل. طيب، فكان يقدر يخلق الوجود من غير زينة اصلا. انا بس محيرني كلمة الزينة دي، انت يعني ده نوع من زيادة في الاتقان، زيادة في الانعام، زيادة في العطاء، زيادة في الجود، زيادة في المن. ان المولى سبحانه وتعالى يقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. والله معنى نريد ان نتعبد الله بتدبره. اوعوا يعدوا عليكم الايه كده، اوعى الايه تعدى عليكم مرور كرام العابرين. وبعدين يقول لك وجعلناها رجوما للشياطين. طب انا عاوز اسالك سؤال، انت بالنسبه لك انهي اهم، يحرق الشيطان ولا يزين لك الاوضه؟ الله، فلماذا اخرها عن الزينه؟ ما المفروض تتقدم الوظيفه التي خلقت من أجلها تلك المصابيح عن وظيفة الزينة. فيقول العكس، كما مفروض في عرفنا نحن، ولقد خلقنا رجوما للشياطين وجعلناها زينة. فتأتي الزينة في المقام الثاني باعتبار أننا يمكن أن نستغني عنها. إنما لا، مقام الإتقان عند الله أولى من مقام الخلق والإبداع. العطاء الإلهي، إن ربنا سبحانه وتعالى يمتعك بهذه الصنعة، أهم من إنه يوجد الصنعة، أهم من إنه يوجد الصنعة. أنا عاوز أقول لك على حاجة، هضرب لك مثال بسيط أظنك ستوافقني. هب أنك دخلت إلى أحد المطاعم وناديت الى النادل او اللي بنقول عليه الجرسون، العامل المطعم، لو سمحت انت عاوز تطلب طعام ومعك ضيوف او خلاف، نظر اليك النادل نظرة عدم اكتراس، ثم وقف في المرآة يضبط حواجبه ويعدل شاربه ويراقب اظافره، وانت تنادي عليه فنظري قال اصبر سوف اتي لك الان، اصبر قليلا، وانت لا تراه مشغولا بشيء ذي بال. وبعد 10 دقائق جاءك وقال لك مر
ما هي طلباتك؟ بالله عليك هل ستطلب منه شيئا؟ سبحان الله، السؤال كالآتي: ألم يستجب لك ويأتك عندما أمرته أن يأتك؟ نعم استجاب، إنما استجاب كيف؟ استجاب استجابة أقرب إلى الإهانة منها إلى الجواب، فما بالك إذا كان الذي ناداك إلى الصلاة هو رب العباد. العبادة بقى، العبادة، طريقة العبادة. المولى سبحانه وتعالى لا يريد منك أن تؤدي العبادة تأدية تسقط بها واجبا أو تكليفا. لا، لقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يعني معنى ذلك أن القرآن الكريم يحرص على جودة العمل وليس على وقوع العمل. لو كانت المسألة يا حضرات هي أداء العمل لكان قال قد أفلح المؤمنون الذين هم يصلون. صلون ازاي بقى؟ خاشع مش خاشع مركز؟ لا 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 لا، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ويتحكم في طريقة وضوءك. يقول لك ويل للأعقاب من النار وإسباغ الوضوء عن المكاره. والآية تقول إذا قمتم إلى الصلاة، يعني أنت تلاحظ إذا قمتم إلى الصلاة بهيئك بطريقة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأنت داخل الصلاة ويجي صلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. بيظبط المشي يا خبر أبيض، بيظبط أداء السرعة وأنت رايح للعبادة. السرعة تحت التحكم، مش سرعة مفتوحة ولا مقفولة. فيحط لك أربع سرعات في القرآن: سرعة وأنت رايح الصلاة، فاسعوا إلى ذكر الله وزاروا البيع، وسرعة التوبة والاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى. فبتلاقي ربنا يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسرعة المغفرة أيضا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسرعة أكل العيش يروح مقلل السرعة، انزل الكيلومتر بتاعك ينزل. فيقول لك والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا. يبقى السرعة هنا مشي، والسرعة هنا سابقوا، والسرعة هنا ايه؟ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. كل سرعة متناسبة مع أداء العمل، مما يدل على جودة عمل. جودة عمل يعني ايه؟ يعني انا عاوز بس اقول لكم انه الدليل على الاتقان انه لا يوجد عمل الا وهو موصوف بصفاته، ان خرج منها سقط ذلك العمل. الصبر يقول لك ايه؟ فاصبر صبرا جميلا. الهجر وهجرهم هجرا جميلا. التسريح واسرحكن صراحا جميلا. ها الصفح فاصفح الصفح الجميل. الله، يبقى مش اي صفح واي هجر واي صبر، انما المطلوب ان يكون جميلا. ويجي العلماء يشرحوا: الهجر الجميل هو الذي لا تعقبه عقوبة، والصفح الجميل هو الذي لا تعقبه دغيلة دغائل في الصدر، والتسريح الجميل هو الذي يعطى فيه الحقوق، الى اخر الايات القرآنية. الحقيقة الاتقان فريضة محكمة، لدرجة ان ربنا في سورة النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، مفيش نعمة الا وداها وصف مضاف يدل على اتقان الصفة في هذه النعمة. علشان تقدر تفهم اللي بقوله شيل الصفة وتخيل النعمة دي بغير هذه الصفة، مش هتبقى نعمة، دي هتبقى مصيبة. والله العظيم كانت هتبقى مصيبة. لا، ما تيجي نشوف في الآية بتقول ايه. بقول ألم نجعل الأرض ايه؟ مهاد. افرض الأرض مش مهاد، كانت حياتنا هتبقى فيها جحيم. لو صخور مدببة كده في اي حتة، يا راجل ده انت لو فيه مطب صناعي في اول الشارع، الحارة كل الحي كله بيقدم شكاوي للأمم المتحدة ما بيخلوش عشان مطب صناعي.
عشان الارض مش فلات مش مستوية. امال لو ربنا خلالك الارض كلها مطبات لا تقدر على الحركة فيها من مكان الى مكان، كان انقطع العمران وفسدت الزراعة وتعطلت الصناعة وانتهى التزاور، وما كانت مصيبة. يقولك ألم نجعل الارض مهادة، شوف والجبال ايه. طيب ما انت احنا جربنا لما يحصل خلل توازن بسيط في الارض، ثلاثة رختر يا ابو الحاج، اربعة رختر، ربنا يكفينا ويكفيكم الشر، تهدم الجدران وتموت الانام ويذهب كل شيء يروح، ما في حضارة وما. شوف تخيل لو الزلازل مستمرة، ده حاجة حصلت كده مرة ربنا ما يعيدها. امال لو كل شوية بنفس الدرجة دريد 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 اي عمران واي حضارة كرتان والجبال اوتاد وخلقناكم ازواجا. كان من الممكن ان ادم يبقى موجود في الجنة لوحده وكان ناقصه حاجة؟ مو كان قاعد في الجنة كل الاشجار ملك، كل الاشجار يأكلوا منه. انما المولى سبحانه وتعالى بيقول ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. اللي عنده أرق يفهم الآية دي صح، اللي عنده الأرق اللي بيقوم من النوم 20-30-40 مرة بسبب مرض يشفي ربنا كل مريض قولوا أمين. الناس اللي عندها مرض مش عارف ينام، عنده تبول لا إرادي، أو واحد عنده السكر، أو واحد عنده ضغط، أو واحد قلقان من حاجة، أو كتير أسباب منع النوم كتيرة، لو جت بتبقى بتعض في الفراش، بتعض في الفراش عشان النوم تستجلبه وتستقطبه وتسعى إليه ولا تحين مناص. شوف المعنى، شوف بالله عليك لما ربنا سبحانه وتعالى يرزقك حالة الهدوء والسكينة وتقول يا كريم غارت النجوم وهدأت الجفون ونامت العيون وأنت الحي القيوم، يا سلام على حالة الهدوء والطمأنينة وانت نايم، أسعد لحظاتها. يا راجل ده الميت هيبقى زعلان انه صحي من حلاوة النوم. هو في أحلى من النوم؟ ده أحلى شهوة ممكن تتخيلها في حياتك، والله العظيم احلى حاجه. مخبص ولذلك اللي مش نايم ما بيقدرش يعمل اي حاجه، الهارد بتاعه بايظ مش قادر، كله متلخبط على كله، اللي عنده ذاكره وبيلخبط في الكلام وعصبي وكل حاجه، كل حاجه بايظه. علشان كده بتلاقي النوم ده نعمه عطيه منحه، والله والله العظيم منحه من الله. الناس بتوع في سوره الله في سورة ياسين، ايوه في سورة ياسين يقول لك ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداس، الاجداس اللي هي القبور ها عشان ما ننساش، فاذا هم من الاجداس الى ربهم ايه قالوا ايه، مش يا فرحتنا هو في احلى من النوم؟ قالوا يا ويله شوف من بعثنا من مرقدنا، شوف بس هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. تحس ان هم كانوا مستمتعين بحالة النوم. فالمهم وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار مع الاخر الايات بقى، اقعد اتأمل فيها وشوف الصفات اللي بتثبت هذه الصنعة. المولى كان يقدر يخلق الكون كله لون واحد، كنت هتقدر تعترض؟ ابيض واسود، واذا كان عجبك ولا حد فينا كان هيفكر في لون تاني، كنا هنستمتع ويا سلام الدنيا ابيض واسود، يا حلاوه الدنيا حاجه جميله. انما تخيل حضرتك كل شيء خلقه الله في كل اصناف الموجودات، كل اصناف الموجودات ملونها احمر واخضر واصفر وازرق، اهداه امان، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الالوان وغرابيب سوق، اهداه. ويقول لك في الاشجار ودرجات الاخضر ودرجات الشجر ودرجات الكلام ده كله، ربنا يقول لك في القران ايه؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه. ذات ايه يا فندم؟ ذات ايه يا حضره؟ ذات بهجه، جاي بيدلعك برقيق بينعش احاسيسك بيدغدغ عواطفك، حدائق ذات بهجه بهجه. ربنا خلق كل شيء لامتاعك، لارتقاء باحاسيسك، لتغذيه بصيلات الالوان الموجوده في العصب البصري بتاع حضرتك، للتمتع. سيدنا موسى هو بيتكلم
على البقرة بتاعت بني إسرائيل. سيدنا موسى وهو بيتكلم عن البقرة بتاعت بني إسرائيل عمل إيه؟ قال إنه يقول إنها بقرات صفراء. يا عم الشيخ بتاع التليفون، يا عم الشيخ بتاع التليفون يقطع الموبايلات وسنين الموبايلات. يقول لك ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى يقول لك في القرآن الكريم، فقال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها مالها. انا متهيالي الكلمة دي عدت عليكم، تسر الناظرين. ان ما كنتش هتنتعش كده ودمك يبقى خفيف وتبقى مسرور من اللون، يبقى اللون ما قداش النتيجة. ده ربنا عامل اللون عشان يدخل السرور الى قلبك. تسر الناظرين، من خلق هذا؟ يقول لك سأل الطبيبة تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. سأل المريض جاء وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. سأل الصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك. وسأل بطون النحل كيف تقاطرت عسلا، وقل للشهد من صفاك. وسأل الثعبان يملأ فمه بالسم كيف تعيش والسم يملأ فاك. بل سأله يا ثعبان من ذا بالسموم حشاك. سأل الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى من ذا الذي يرعاك. واسأله لدى الولادة قد أجهش بالبكى من ذا الذي أبكاك. يا أيها الإنسان مهلا واتئد واشكر لربك فضل ما أولاك. لابد أن تشكر الله على هذا التلوين والتنويع والإبداع والصناعة. طب هو لو عاوز يكلفك التكليف كان اكتفى به، إنما لازم صفة التكليف. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. حلو قوي، بتحبوا إن كنتوا تكونوا مقاتلين في سبيل الله قوي؟ يا سلام، دي نعمة وربنا بيحب كده. إنما لا، مش أي مقاتل. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله مالهم صافا لخبطة. مش عاوزك، بص من غير إتقان مش عاوزك، وتقول ده أنا جاي أقاتل. لا مش عاوزك، لا. شوف، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، ستريت فورورد، صفا كأنهم بنيان مرصود. شوف التوصيف القرآني. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كانش يقيم الصلاة إلا لما يساوي بين أعقاب وأقدام أصحابه بنفسه صلى الله عليه وسلم، ويقول لهم اصطفوا كما تصطفوا الملائكة. إذا كان ربنا بيقول لك وجاء ربك والملك من مالهم هرجلين صفا 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 صفا، بيقول هلك ليه؟ إتقان حتى في تدمير العالم، إتقان حتى في نهاية الكون، إتقان حتى يوم الحساب. ما فيش حاجة عشوائية. لما تشوف أنبياء الله ولا نبي منهم كان بيسمح بذرة إتقان، بذرة عدم إتقان. يقول لك وحشر لسليمان جنوده من الإيه والإيه والإيه، في إتقان من الإنس والجن والطير فهم يوزعون. عارف يا مولانا يوزعون دي يعني إيه؟ يعني كل واحد في مكانه، لا يتقدم خطوة ولا يتأخر خطوة. فاكر الملائكة؟ فاكر الملائكة. بيقولوا لسيدنا النبي وما منا إلا له مقام إيه؟ الله، ما فيش هرجلة حتى في صفوف الملائكة. الكبير كبير واللي بعد منه بعد. ده في سورة التحريم لما بيتكلم عن الإتقان في ترتيب جيش النبي، بيقول إن تتوب إلى الله فقد صغت إيه قلوبكم وإن تظهر عليه. يا الله عد عندك وشوف الترتيب، شوف اتفرج وتمتع. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وحد الله لا إله إلا الله. كله بنظام، كله بانضباط. سيدنا سليمان لاحظ الهدهد غيابه من ايه؟ من عدم انضباط الرؤية البصرية للشمس مكانه. فقال ما لي لا أرى الهدهد. انضباط، نكر لها عرشها، إتقان. الست لما دخلت على القصر اللي هو الممرض من قوارير اللي ارضيته ازاز، من شدة الاتقان افتكرته مية. يا راجل، من شدة الاتقان. فلما رأته حسبته لجة. ما هو كان ممكن القرآن يفوت اللقطة دي. افادت اللقطة دي في ايه؟ في اتقان الانبياء لما كلفوا به.
قال انه صرح ممرض من قوارير. مش كان ممكن الناس بتوع ذو القرنين طلبوا منه ايه؟ قالوا له عاوزين سد. قال لهم لا، ده نعمل لكم اللي اعلى من كده. لو سد ده يبقى هرجالة. سد يعني هات ياض الرمل، انقل ياض رطش. عندنا في الفلاحين يقول لك عليه هات نقلتين رطش واقلب واعمل الله. عارفين الرطش ولا مش عارفين الرطش؟ اللي مش عارف الرطش يوحد الله. مش عارفين الرطش؟ انا لله وانا اليه راجعون. تقول لي ما انا عن واحد الله حتى لو عارفين. صلى على الحبيب. يعني اي تراب ماشي يا سيدي، تراب. قالوا له اجعل ان اجوج وماجوج مفسدون في الارض، فان نجعل لك ان تجعل بيننا وبينهم ايه؟ هم طالبين سد، يعني اقفل بقى. قال لهم لا مش اقفل بس، اقفل بس هيجي هيعرفوا يبوظوه ويعدوا منه. قال ما مكنني فيه ربي خير، اللي هو الايه؟ الاتقان. اتعلم بقى الاتقان، فاعينوني بقوه. الاتقان ما بيجيش بالاماني. اجعل بينكم وبينهم ايه؟ ردمة. شوف المعنى. وبالتالي صفات السد اللي عمله، اتوني زبر الحديد حتى اذا سوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه. فن، صناعة، هندسة، تكنولوجي، فهم لطبائع. عشان كده لما ربنا مدح ذو القرنين ما قالش عضلاته مفتولة، ما قالش معاه فلوس من اطراتها، ما قالش راجل اصله ما عرفش بينشع المية لا، إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. عرفتوا مشكلتنا يا أحبابي إيه؟ مشكلتنا عدم اتباع الأسباب وتضييع وسائل الإتقان ونسيان الزينة أو الشروط الإضافية التي هي أهم من الفعل. الراجل يصلي قدام النبي والنبي يلغيها ثلاث مرات يا راجل، ثلاث مرات يا راجل. الراجل يصلي يروح النبي لاغي الصلاة بتاعته، صلي يروح داخل الراجل نقر الديكة ترك 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 ركعتين السلام عليكم ارجع ارجع صلي فإنك لم ايه؟ ازاي لم تصلي؟ ده النبي اللي ما بيقولش الا الحق عليه الصلاه والسلام. الراجل قدام عينينا من لسه مصلي، قال لك ده عندك انت، انما عنده هو لم يصلي. ليه؟ الفرق بينك وبينه ايه؟ الاتقان. الاتقان. الحسن البصري لما كان يتوضا يرتعش، بترتعش ليه؟ لهم اتدرون بين يدي من اريد ان اقوم؟ لبسك وانت داخل على الصلاه على الجامع. يا بني ادم خذوا ايه؟ مش البسوا، مش استروا عورتكم، خذوا زينتكم. الزينة هي ما زاد على الاصل. اصحى اصحى وخد بالك، الزينة هي ما زاد على الاصل. خذوا زينتكم عند كل مسجد، مش استروا عورتكم عند كل مسجد. انت فاكر الغراب جه يعلم الراجل انه يدفن اخوه ازاي في سورة المائدة؟ غلط، ده مفهوم غلط. الغراب ما كانش جاي يعلم الراجل الدفنة ازاي. امال الغراب بيعلمه ايه؟ اتقان الدفن يكون ازاي. فبعث الله غرابا يبحث في الارض يريه، مش كيف يدفن اخيه، كيف يواري سوءة اخيه. يا اخي احنا في حاجة الى الاتقان، ولولا الاتقان لن تقم لهذه الامة قائمة. الاتقان هو الذي عرف عن غير المسلمين في الدول الغربية. نضمن ونقول بكل يعني أسف، صناعة ألمانية، هذا تأفيل إيطالي، هذا تلك تكنولوجيا إنجليزية. إنما الشيخ حماد يجي لك دلوقتي بعد ما الفجر حيدن، إتقان برضو اسمه إتقان. فكل حاجة في الدنيا فيها إتقان. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وأن يعفو عنا وعنكم. اللهم صل وسلم وبارك على المبعوث رحمة العالمين. شكر الله لكم وسلام الله عليكم. نتوجه بالشكر إلى فضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ خالد الجندي على هذه الكلمة الطيبة، هذه الكلمة الثرية، وهذا التوضيح الجديد لمفهوم الإتقان من خلال قرآننا وكتابنا. الحضور الكرام، رسولنا صلى الله عليه وسلم كان معيار تكليفه للأشخاص بما يتقنوه،
فقيمة الإنسان بما يتقنه ويقدمه. العرب هم أهل فصاحة وبلاغة وبيان، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اختار من يرد على هجاء قريش اختار حسان بن ثابت لأنه يتقن هذا الأمر. سيدنا عمر رضي الله عنه لما رأى رؤيا الهلال، رؤيا الأذان، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه لشخص آخر لأنه يتقن، فقال علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا. وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم من كان يحفظ ويجيد القرآن، أن نأخذ القرآن عن ثلاثة كأبي بن كعب. فهكذا كان معيار اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الأعمال ليس فقط في قيامهم بالعمل، بل في جودة وإتقان وتقديم هذا العمل. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. الآن تنتقل الكلمة إلى فضيلة الدكتور السيد مسعد، وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الكريم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في الأولين، وصلي وسلم وبارك عليه في الآخرين، وصلي وسلم وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون الموحدون لله، في البداية أشكر الله سبحانه وتعالى أن أشرف بصحبة شيخنا الشيخ خالد الجندي في هذه اللقاءات الطيبة، وأهنئه على اختياره في لجنة اختيار المواهب، والتي تم اختياره فيها اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في عمله هذا وفي كل عمله، لأنها مسؤولية سيترتب عليها أيضا إتقان العمل، وهو أهل لها وجدير بها. كما أشكر أخي الأستاذ محمد جمعة على حضوره الكريم وتقديمه المشرف، وأشكركم جميعا على حضوركم في بيت من بيوت الله في هذا اللقاء الطيب. إتقان العمل نحن في حاجة إليه. إتقان العمل إذا أردنا أن نصنفه، مش العمل، لا، الإتقان، هل نضعه تحت العقيدة أم الشريعة أم الأخلاق؟ الإجابة تتطلب سؤالا آخر. لما بنيجي نتكلم عن العقيدة، بنلاقي الحديث العمدة في الحديث عن العقيدة هو حديث سيدنا جبريل عندما جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ الإسلام والإيمان والإحسان. هو ده الإحسان اللي هو الإتقان، الإحسان اللي هو الإتقان، يدخل تحت باب العقيدة. فمن لم يتقن عمله عقيدته ليست كاملة، لأن معنى إتقان العمل أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك ويراك. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اتفقنا؟ يبقى الإحسان من يقع تحت باب العقيدة. اللي مش بيتقن عمله في إيمانه خلل، لأنه مش بيتقن عمله
لأنه إما أنه إن كان يظن أن الله لا يراه فهذا كفر والعياذ بالله، وإن كان يعلم أن الله يراه فلماذا جعله أهون الناظرين إليه؟ اثنين، الإحسان أو الإتقان صفة من؟ صفة الله سبحانه وتعالى وصفة أنبيائه ورسله الكرام. الله سبحانه وتعالى قال بديع السماوات والأرض، وقال الذي أحسن كل شيء خلقه. وعندما قال فرعون لسيدنا موسى من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. عندما تأكل هل تأكل طعاما معينا للعين وآخر للأذن وثالث للشعر وثالث للجلد إلى غير ذلك، أم أنك تأكل طعاما واحدا والله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه؟ فما يحتاجه الشعر يصل إلى الشعر، وما تحتاجه العين يصل إلى العين، بل إن في الماء أو في الوجه الواحد ماء مر في الأذن يمنع دخول الحشرات إليها، وماء مالح في العين يمنع فسادها، وماء عذب في الفم لأنه لو تغير لحول طعوم الأشياء إلى طعم آخر، فهو عذب لترى المالح لتذوق المالح مالحا والحلو حلوا. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالإتقان صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وصفة من صفات رسله الكرام، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. كذلك عندما تنظر إلى القرآن الكريم تجد أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أنه في كتابه الكريم وصفه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فهو أحسن الحديث. وإذا نظرت إلى الشكل قال ربنا سبحانه وتعالى صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. وإذا نظرت إلى الأقوال تجد قول الله سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وإذا نظرت إلى الأعمال تجد أن الله سبحانه وتعالى قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. حتى عندما يجادل غير المسلم يقول ربنا سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فيختار ليس الحسن وإنما الأحسن سبحانه وتعالى. هكذا في جانب الإتقان. نحن لماذا خلقنا؟ الغاية من خلق العباد ماذا؟ عبادة الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة تتحقق في هذه الحياة الدنيا التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى أن تكون طريقنا إلى الجنة. لو كان عايز سبحانه وتعالى عبادة خاصة به، يعني عبادة فقط، لكنا كالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكنه جعل هذه الحياة وجعل وأمرنا فيها بالعمل. هو أنشأكم من الأرض
واستعمركم فيها. لما واحد بيموت وهو بيصلي كلنا بنقول ده فلان مات وهو بيصلي، او فلان مات في المسجد، او فلان مات وهو على المنبر، او كان لسه خاطب الجمعة، او كان لسه مصلي ركعتين في المسجد. ماشي. طب تعالى بقى شوف حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام واحكم انت وقول. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا قامت الساعة وبيد احدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل. ما قالش يسيبها ويصلي، أو يسيبها ويتعبد أو يصوم. ليدلنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا العمل هو من عمارة الدنيا التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وخلقنا من أجل عمارتها. طب أمال الآيات اللي بتزم الدنيا، بتزم الدنيا للي أخذ الدنيا لأجل الدنيا فقط ولم يعمل للآخرة. إنما أنت بتصلي فين؟ في الدنيا. وبتزكي فين؟ في الدنيا. تصل الرحم فين؟ في الدنيا. بتحسن إلى الجار فين؟ كل هذه الأعمال هي في الدنيا. فلا تزم الدنيا إلا لمن جعل قلبه متعلقا بها فقط ولا يعمل للآخرة. أما من اتخذها طريقا إلى الآخرة فهذا هو ما أمر الله سبحانه وتعالى به. الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. اسعوا ده فعل إيه؟ فعل أمر. وذروا البيع فعل إيه؟ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. انتشروا ده فعل إيه؟ فعل أمر. فلماذا تأخذ الأمر في جانب دون جانب؟ فالله سبحانه وتعالى قد أمر وقت العبادة بأن تعبد الله سبحانه وتعالى وتوحده، وبعد العبادة تأخذ في عملك، ولا أقول هو يقل أجرا عن العبادة، لأنك تأخذ هذا العمل من أجل حياتك وتتخذ فيه كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما أتقنت العمل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فهو عمل تؤجر عليه. ولذلك اللقمة يرفعها الإنسان إلى فم امرأته فيها أجر، وفي بضع أحدكم صدق أي أجر، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من لم يتقدم يتأخر، هكذا قال القرآن الكريم. القرآن قال كده، اللي ما يتقدمش يتأخر، وليس هناك واحد يقف مكانه. قال ربنا جل وعلا في سورة المدثر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فمن أخذ بأسباب التقدم والتطلع والذهاب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى فهو الذي يتقن عمله ويحافظ على رضا ربه سبحانه وتعالى. ومن لم يفعل ذلك تأخر. من لم يفعل ذلك تأخر. في سورة الكهف والتي أشار إليها شيخنا الشيخ خالد، وفي هذه الحادثة خاصة، حادثة أو يعني ذو القرنين، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، أي علما، فأتبع سببا فكان يأخذ بالأسباب. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، أي رآها تغرب، رآها في عيني تغرب في عين حمئة أي في الطين، ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، فيضع دستورا للعمل. أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى.
وسنقول له من أمرنا يسرا، لأن التشجيع على العمل لا يقف فقط عند الناحية المادية، فهناك كلمة طيبة تجعل العامل يفعل أقصى ما عنده بكلمة طيبة، وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، يعني هؤلاء كانوا يعيشون كالوحوش ليس بينهم وبين الشمس ساتر، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، ولم يمنعه فهم عدم فهم لغتهم أو عدم حديثهم ألا يعمل أو يوصل إليهم ما يريده. وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا أي عطاء وأجرا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ وزي ما أشار سيدنا الشيخ خالد، السد ممكن يتحقق بأي شيء، حتة حديدة أو حتة خشبة أو وسد وخلاص، ويبقى عمل اللي هم طلبوه. ولكن الأمانة تتطلب إذا كنت تعلم أن هناك شيء أفضل بصرف النظر عن الذي أمامك يعرفه أم لا، فافعل ما تعرفه أنه أفضل. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. ده هو في الأول الآيات قال إيه؟ قال آتيناه من كل شيء سببا، يعني لو هو عاوز لو يعني كان بنى السد هو دون الرجوع إليهم، ولكن يعلمهم. فاكرين المثل اللي بيقول لا تعطيني سمكة وعلمني كيف أصطاد السمكة؟ أصل هي تبقى مرة واحدة وخلاص، ولكنك تنقل الخبرة إلى غيرك في جودة العمل وفي إتقانه. قال ما فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، والردم أشد وأقوى من السد. أعينوني بقوة توحي إليك أن هناك فرق عمل، منهم من يجمع الحديد، ومنهم من يقطعه، ومنهم من يزيب النحاس، ومنهم من يصب النحاس، إلى غير ذلك من فرق هذه العمل، والتي تعلمناها أيضا من حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أصحابه أن يذبحوا شاه، واحد قال أنا علي ذبحوها، والتاني قال وأنا علي سلخها، والتاني وأنا علي كذا، وسيدنا النبي قال وأنا علي جمع الحطب. دي كانت هي المهمة الصعبة التي قام بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له نكفيك هذا يا رسول الله، احنا نقوم بده مكانك. ولكن يخبرهم رب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يكره أن يتميز على أصحابه. فهناك فرق عمل تعمل، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، بين الجبلين، بين المتقابلين، حتى إذا ساوى بين الصدفين، قال انفخوا على هذا الحديد حتى يصير يعني مذابا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فيصفه رب العالمين سبحانه وتعالى، فما استطاعوا اللي هم مين؟ يأجوج ومأجوج، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فما استطاعوا أن يظهروه، ربما سائل يسأل إذا ينقبوه، فقال وما استطاعوا له نقبا. فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلوه، وما استطاعوا له نقبا، وقولوا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. أستاذنا الدكتور شعبان يعني قاعد يعني لو أخطأت صحح لي، فزيادة المبنى تدل على زيادة الايه؟ المعنى.
فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة. قال هذا رحمة من ربي. ادهم بقى الايه الصلاحية لمتى؟ صلاحية هذا السد لمتى؟ صلاحيته إلى إذا جاء وعد ربي جعله دكاء. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. هذا هو الإتقان الذي يعني ينبغي أن يصل إليه الإنسان في هذا النموذج في القرآن الكريم. المرأة التي بنت شعيب عندما وصفت سيدنا موسى عليه السلام في عمله قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهاتان الصفتان لابد أن تتحقق في من يقوم بالعمل. فالذي يقوم بالعمل يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ويراه. شوف أول الآية في قصة ذي القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، لتتحقق الرقابة الذاتية. لأن يعني عشان كل واحد يكون عليه رقيب من البشر هذا يكلف كثيرا، فلا بد أن تحقق الرقابة الذاتية وتنمي هذه الرقابة الذاتية كي يخشى الله سبحانه وتعالى فيحافظ على إتقان العمل. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالإنسان إذا علم أنه مراقب من الله سبحانه أن تعبد الله كأنك تراه، يأتي بالعمل على ما ينبغي، وإذا قصر فيه يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعاقبه إذا كان التقصير عن عمد، ويسأل الله سبحانه وتعالى العفو إذا كان التقصير عن غير عمد. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الهداية والتوفيق. أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة على هذه الكلمة الطيبة ضمن فقرات هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي يعقد بمسجد الحمد بعنوان إتقان العمل. إن الله عز وجل جعل إتقان العمل والإحسان فيه سبيل من السبل الموصلة إلى الجنة، فقال سبحانه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الإتقان هو معيار اختيار الأفراد، وجعل عدم الإتقان تنحية الأفراد عن القيام بالعمل الذي يريدون القيام به. لما جاء أبو ذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو يا رسول الله ألا تستعملني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك ضعيف. أبو ذر لا يقدر أن يتقن أمور الولاية والحكم، فنحاه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإتقان يعني الجودة، يعني التطوير، يعني القيام بالعمل على أحسن وجه وتقديمه في أحسن صورة. يوسف عليه السلام لأنه كان يحسن التدبير ويحسن التخطيط ويتقن هذا الأمر قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نجح بتقديمه للمتقنين وتكليفهم بالأعمال، لأن العمل الذي بين يديك هو أمانة وأنت مسؤول عنه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة مع أصحابه ووجدهم يحفرون قبرا ووجد به بعض الخلل، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يشير عليهم أن أحسنوا هذا القبر وهذا اللحد، وهو في موضع لا ينفع الميت أو يضره، كيف سيكون وضعه؟ فهو في النهاية سيهال عليه التراب، حتى ظن الصحابة أنها سنة، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه.
الآن مع الابتهالات والمدائح النبوية والتي نستمع إليها من الشيخ رزق السيد. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا رب. عبق يفوح إذا ذكرت المصطفى عبق يفوح إذا ذكرت المصطفى والقلب يهدأ والنفوس تطيب طوبى لمن مدح الرسول بقلبه يحظى بأنس والهموم تغيب جبر الخواطر إن وقفت بباب جبر الخواطر إن وقفت ببابك في الجود ريح والعطاء جبر الخواطر إن وقفت ببابه في الجود ريح والعطاء زكاك ربك بالقرآن فضائلا أعطاك ربك للمثاني سبعة زكاك ربك زكاك ربك بالقرآن فضائلا ما جاء مثلك في البلاغ خطيب خلق عظيم والكمال بحسنه
للخصوم تعيب لا ظل تبصر إذ يسير محمد نور نور بنور نور بنور والشعاع مذيب لا ظل تبصر إذ يسير محمد نور بنور والشعاع مذيب إن الصلاة على النبي محمد إن الصلاة على النبي محمد لحن ترنم في الوجود قريب أشرقت أنوار محمد فاختفت منها البدور أشرقت أنوار محمد اختفت منها البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه البدور أشرقت أنوار محمد فاختفت منها البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور أشرقت أنوار محمد تفات منها البدور أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أشرقت أنوار محمد فاختفت منها البدور أنت إكسير وغالي أنت مصباح السرور أشرقت فاختفت منها البدور أنت إكسير وغالي أنت مصباح السرور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين أشرقت أنوار محمد فاختفت منها البدور النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات
بهذه الابتهالات والمدائح النبوية والتي قدمها المبتهل الشيخ رزق السيد، نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك والذي أتى بداية للأسبوع الدعوي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمسجد الحمد بحدائق الأهرام. في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك نتوجه بالشكر إلى الدكتور أحمد أبو طالب مسؤول الثقافة والإرشاد، والشيخ محمد السيد مسؤول شؤون القرآن، وإلى مجلس إدارة هذا البيت العامر من بيوت الله تبارك وتعالى بقيادة اللواء رضا العمدة. ونتوجه بالشكر إلى علمائنا الأجلاء الأكارم فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفضيلة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف، وإلى القارئ محمد إسماعيل عبد الباقي والمبتهل رزق السيد. وهذه تحياتي محمد جمعة من إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.